السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله طيبين. وصفتنا اليوم أسهل ما يمكن، وفعلا ترى تحضرونها بعشر دقائق، بس هي تاخذ بالفرن ساعة. دياي مشوي لذيذة، معاها صوص تاكلونها مع رز أو مع خبز. وشنو تبون يمها؟ تقدرون تسوون سلطة، خيار وروب، أي شيء، بطاط مقلي. يعني صراحة من أروع الوصفات اللي أنا تقريبا بالأسبوع مرة أسويها. نبدي بسم الله. طبعا هني دياية بعطيكم فكرة أن أكثر الزفرة تكون في سلسلة الظهر وفي الشحمة الخلفية وفي الجناح. شوفوا هذا الدم، تعصرونه مثل ما أنا موريتكم هني، فيطلع الدم هني أكثر شيء الزفرة، فتغسلونه مني. وأنا هذه صراحة المؤخرة أشيلها لأنها تسبب زفرة. طبعا المكونات عندي هني: صويا صوص غني عن التعريف، كاتشب، خردل أو مستردة، فلفل أسود، مايونيز، هذا طبعا بطل الوصفة اللي هو مانجا الجمل، أو هو يصير طرشي العنبة المانجا أو مخلل المانجا، هذا رئيسي وأساسي. مخلل قطع، وتكون قطع، مو يكون كله مثروم على بعض، لا يكون قطع. هذه هي مكوناتنا. وأهم شيء طبعا الكيس النايلون هذا مال الفرن، تحصلونه بالجمعيات. أنا دائما أخذ الكبير، أريح لي يعني، أخذ راحتي فيه أكثر. نسوي الخلطة، نخلي أنا هني يعني عيني ميزاني، المقادير كاتبت لكم إياها تحت، بس بعطيكم معلومة. المالح لما تيون تطبخونه الأكل الرئيسي، تقدرون أنتوا على حسب الرغبة تغيرون في المقادير. مثلا تحبون شطة قليل، شطة كثير، تحبون مثلا حامض وايد، حامض قليل، تقدرون تغيرون شوية في المقادير. لكن الحلويات لا، تلتزمين بالوصفة 100%، لا تزيدين ولا تنقصين. يعني الطحين بالضبط، والبيكنج باودر، والبيض، لأن أي شيء تغيرينه يغير لك مكونات الكيكة وأيضا طعمها. فهذه معلومة ضروري تحطونها في بالكم. طبعا هنا شوف المانجا، لما أي أحطها أحط القطع معها، تقريبا أنا ثلث البطل أنا حطيته، لا تقولون وايد، مو وايد. ولاحظوا ان انا ما حطيت ملح لان المكونات هي مالحة. نخلطهم بحيث ان القطع المانجا ما تختلط معاهم، يعني تتكسر. هني نحشي الدياية، طبعا غسلناها، نخلي قطع المانجا في بطن الدياية. ترى بالضبط الخطوات كلها ما تاخذ 10 دقائق. نحاول كثر ما نقدر ان احنا نخلي القطع المانجا داخل احنا نقول الدياية، هي تنقال بعد الدجاجة او الفراخ، فراخ. فاحنا نسوي لها الحين مساج، وندلكها الحلوة في كل مكان، ونحطها بالثلاجة ساعتين، وتقدرين تطبخينها بعد على طول، ما في مشكلة لان الدياية مغسولة زين. أنا طبعا صبيت الصوص عليها، الأرجل أنا ربطتها مع بعض بالخيط عشان يطلع شكلها حلو. طبعا حطيناها بكيس النايلون الخاص بالفرن، وشوفوا رابطة ريلها أنا بالخيط، وننزل عليها باقي الصوص اللي موجود، ونسكر الكيس. الكيس يجي معاه مثل السلك، فينربط على جنب علشان الحرارة تظل متواجدة، وانه يستوي، وان الماي ما الصوص ما يتبخر كله. ولكن انتبهوا، ولكن لازم نسوي فتحة صغيرة في اعلى الكيس، لان اذا هذا انتفخ بعض الاحيان ممكن يعني ينبط، يبهدل الدنيا، ضغط البخار ممكن انه هو يبهدل الدنيا، يعني يخليه ينبض. الحين أنا أوريكم شلون هو داخل الفرن قاعد يطبخ. شوفوا الصوص
هو بعد ما خلينا نقطة ماي، هذا كله خلاصة الدياي ويا الصوص اللي أنا حاطته. لو تدرون الريحة عجيبة. وهذا عقب ما فتحناه، ترى هو لازال في الكيس. نفتحه شوية ونرش نصب عليه الصوص. طبعا يعني الجمال عجيب وريحتها عجيبة، خيال صراحة، يعني ما تقاوم. تقدرين تاكلين يمها رز بشعرية، رز عادي، احنا الرز عيش. والخبز في بعض الدول يسمونه عيش. فالحين حطيناها في صحن تقديم ودلعناها شوية، صبينا عليها الصوص عشان تلمع وتخطف النظر، وحطينا ليمون. اللي يحب يحط ليمون يحط، اللي ما يحب مو لازم. التزيين هذا راجع على حسب الذوق. ترى على فكرة أنا خبرتي بالتزيين مو وايد يعني بيرفكت، فاللي أقدر قاعدة أزين فيه أقدر يعني. عجب حتى الغصن هذا مبين وهذا غلط. المهم باقي الصوص نخليه في صحن، وهني نخليه الدجاجة. طبعا المفروض أنا أفرها، وهذا عندنا لقطة من فوق أنصحكم فيها بنات، وايد حلوة وسريعة، وتقدرون تحضير مسبق من الليل وثاني يوم تحطونها بالفرن، تحطونها بدرجة حرارة 200 لمدة ساعة. طبعا الفرن اللي تحت. ولا تنسونا حبايبي بالاشتراك، ويعطيكم ألف عافية.